محمد وآل محمد، ألا يستحقها تنالونه بعد أدائكم لها بأفضل حال أن ترفعوا أصواتكم بأعلى ما يمكن؟ الله صلى على محمد وآل محمد. الله صلى على محمد وآل محمد. انظروا إلى هذه، انظروا إلى هذه السلاسل الحديدية، ما هذا؟ إنها قيود، أليست كذلك؟ انظروا لهذه القيود، هذه السلاسل هي قيود تلتف حول رموزنا وشبابنا في السجون وتكفلهم عن الحرية. ولكن إذا أردنا أن نسأل أنفسنا، من هو الحر ومن هو السجين؟ الرموز وهم خلف القضبان وبين الأصفاد، إلا أنهم أكثر حرية منا. هل تعلمون لماذا؟ لأنهم اختاروا الطريق عن قناعة ومعرفة بمصير من يسلكه. لقد اختاروا نصرة المبادئ ورفضوا أن يستعبدهم الخوف وحب الدنيا فيتحكموا في خياراتهم. لم يسمحوا لحب الأنا والحرص على السلامة أن يبعدهم عن القيام بواجبهم والتمسك بما يؤمنون به، فكان وجودهم في السجن بمحض اختيارهم وممارسة حقيقية للحرية. بينما هذه القيود لا تزال تلتف على أيادينا نحن، فالخوف والحرص المبالغ فيه على أنفسنا يمنعنا عن القيام بالواجب. انظروا إلى هذه السلاسل، إنها الأنانية، إنها التقاعس، إنها عدم الاكتراث، إنها الاتكال على الغير، إنها التهرب من المسؤولية. فمتى سننهض؟ متى سنهب لنحصن هذه الأغلال وننفض هذه القيود اللعينة التي تؤخرنا على الانتصار وتستبعدنا وتستعبدنا وتكبل إرادتنا؟ من هذا؟ من هذا؟ هل تعرفونه؟ من هو؟ من هو فاضل؟ الشهيد فاضل، الشهيد فاضل مسلم. نعم، هذا هو الشهيد البطل فاضل مسلم الذي شاركتم جميعا في زفافه الشهر الماضي. لكن كم منكم سأل نفسه أو تفكر في مصيبة هذا الشاب المجاهد؟ هل فكرتم في لحظات الألم والرعب التي عاشها هذا الشاب ورفيقه وهم يلاحقون من قبل تلك الكلاب المسعورة قبل أن يفرغ القناص رصاصه الغادر في رأسه وفي جسد صديقه؟ هل خطر في خيالكم صور التعذيب الذي تعرض لها جسده النحيل بعدما وقع فريسة بين أنياب ذئاب لا ترحم وشياطين لا تخاف الله؟ نعم، فلتعذريني يا أم الشهيد وليعذرني كل أهله إن كنت نكثت جرحا لم يبرأ أصلا. ولكن لا بد لنا من وقفة في هذه اللحظات الأليمة التي قاساها شهيدنا وصديقه، بل وقاساها الشهيدان علي البصري ومحمود العرادي والشهيد حسين الستراوي، وقاساها ولا يزال كل شبابنا المطاردين هذه الدقائق أو الساعات الأليمة. من المسؤول عنها؟ من المسؤول عنها؟ ستقولون لي إنه ذلك المجرم اللعين القابع خلف أسوار الرفاع، أليس كذلك؟ لكن تمهلوا قليلا، هل هو وحده المسؤول
لماذا نبرئ أنفسنا من المسؤولية؟ ألم يكن ذلك الشعب في حاجة إلى مأوى يضمه ويحميه من أيادي هذا المجرم؟ أما كان يجب على كل واحد منا، وأنا منكم، كل واحد منا أن يفتح له ولبقية رجال الله المطاردين أبواب بيته ويستضيفهم بلا منة ولا استثقال. نعم يا إخوتي، كلنا مسؤولون مطالبون بتوفير الحماية لمن يبذلون أرواحهم ويضحون براحتهم وباستقرارهم لأجلنا ولأجل هذا الوطن. فإن كان بيتك صغير المساحة قليل الغرف، فلا تبخل بمالك لمد العون إليهم، لا تبخل بتوصيلهم ونقلهم، بقضاء حوائجهم، بالدعاء لهم، وحث الناس على دعمهم ومساندتهم. فكلنا سنقف يوما أمام الله تعالى ليعرف صدق دموعنا التي ذرفناها على مسلم بن عقيل، ويمتحن حقيقة تمنينا لأن نكون مكان طوعة التي آوت ونصرت. فلتهتفوا جميعا بالروح بالدم نفديك يا شهيد، بالروح بالدم نفديك يا شهيد، بالروح بالدم نفديك يا شهيد. أكون معكم مع الفقرة الأخيرة بعون الله.